وإلى ثاني ملفاتنا المخصصة للنقاش خلال فترة الظهيرة الإخبارية نتجه إياكم إلى شأن الطاقوي. إذن تم هذا السبت بفيينا انتخاب الجزائر بالإجماع من طرف الدورة 67 للمؤتمر العام للوكالة الوطني أو الوكالة الدولية عفوا للطاقة الذرية كعضو في مجلس محافظي الوكالة، وذلك للفترة الممتدة من 2023 إلى 2025، الذي حظي بدعم المجموعة الأفريقية للمندوبين الدائمين لدى المنظمات الدولية بفيينا. ويضاف انتخاب الجزائر في هذه الهيئة الدولية إلى ما سبقه من إنجازات بخصوص انتخابها عضوا في مجلس حقوق الإنسان وأيضا عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي. إذن للحديث أكثر حول هذه المستجدات يلتحق بي عبر خدمة الهاتف الدكتور فريد بن يحيى الخبير الاقتصادي والمختص في العلاقات الدولية. مرحبا بك معنا أستاذ فريد بن يحيى. مرحبا بك سيدتي، أهلا بكم معنا. إذن بداية انتصار آخر للدبلوماسية الجزائرية، خلينا نتحدث أستاذ فريد بن يحيى بالنسبة لهذا الإنجاز الذي قامت به الجزائر على الصعيد الاقتصادي وأيضا السياسي. بسم الله الرحمن الرحيم. ليست المرة الأولى التي تنتخب فيها الجزائر كعضو في لجنة الطاقة النووية بفيينا لايوها، بما يسمى بالأجنسة الانترناسيونال دينيجي أتوميك يعني الوكالة الدولية للطاقة النووية. وبالطبع الجزائر عندها مفعولين نوويين، أول بدراري بالجزائر العاصمة للتجارب العلمية وكذلك ويسمى نور، والثاني موجود بمنطقة عين وسر ومفعول نووي السلام. إذن فالجزائر تسعى دائما إلى امتلاك التكنولوجيا النووية وكذلك تحارب ضد استعمال هذه الطاقة النووية لأغراض عسكرية مدمرة. الآن الجزائر بانتخابها فبالطبع لأن الجزائر دافعت وما زالت تدافع على أنه من حق كل الدول أنها تمتلك التكنولوجيا النووية لأغراض سلمية، يعني تدخل في الميدان الطبي، في الميدان الزراعي، في الميدان إنتاج الكهرباء، وفي عدة ميادين أخرى. إذن فنحن بدورنا نسعى أن نوفر هذا الطاقة النووية التكنولوجيا هذه إلى كل الدول. وبالطبع في أمر آخر مهم جدا وهو الأمن النووي، ما ننساوش أنه تشيرنوبيل وكذلك منطقة اليابان اللي كانت في أوزاكا يعني صارت فيها كثير من التجارب النووية، وعلى هذه عفوا صارت فيها كثير من يعني الانفجارات النووية اللي خلفت يعني إشعاعات نووية صبحت كثير نقدر نقولوا عندها إشعاعات منفية يعني للأغراض السلمية. إذن فالآن الشيء الموجود الآن في الجزائر هو أن الجزائر صبحت الدبلوماسية تاعها عاودت بقوة يعني يقولوا منذ سنوات، وخاصة انتخابات في الرئاسة الدولية، والجزائر عندها تاريخ ماضي دبلوماسي جيد جدا، وكذلك نريد أن نرسخ هذا الأمر. وبالطبع لما نتكلم عن التكنولوجيا النووية شفنا أن الأفارقة خاصة في النيجر الآن أنهم تكلموا قال باللي أن فرنسا أخذت كثير من الطاقة النووية من الأورانيوم ولكن لم تستغل يعني ولا محطة نووية لإنتاج الكهرباء، رغم أن فرنسا كلها كانت تشتغل بالمحطة النووية وأغلبية الأورانيوم موجود في النيجر وكذلك مغربي من آسيا. إذن فإحنا الجزائر الآن بانتخابها في هذه الهيئة أن الدول الكبرى يعني خاصة الدول اللي عندها الفيتو في الأمم المتحدة ترى أن الجزائر ممكن أنها تلعب الدور يعني المتوازن، يعني استعمال الذرة لأغراض سلمية، وبالطبع فيه كثير من الشركات الدولية اللي ممكن أنهم يساهموا بإنتاج الطاقة النووية لأغراض سلمية. أمر آخر ما ننساوش أنه بناء المحطات النووية هذه راح تخلي الدول الإفريقية خاصة والدول النامية أنها تنتج الكهرباء يعني تعتبر كهرباء نظيفة وتصدرها ربما، أو ربما خاصة بالنسبة لمنطقة الساحل الإفريقية أنها تستغلها في الميادين المياه والميادين الزراعية والميادين الصناعية وغيرها من الأمور هذه. إذن فالآن اختيار الجزائر في كعضو في هذه اللجنة
عندها خبره كبيره، وكذلك ما ننساوش انه عندنا اطارات ساميه اللي كانوا تراسوا الهيئات الدوليه هذه، وشهدوا لهم كثير من يعني الدول الغربيه وعلى راسها الولايات المتحده الامريكيه بالكفاءه العاليه اللي كانت موجوده عند الجزائريين، وكذلك الحرفه المهنيه اللي كانت موجوده عندهم، انهم عملوا المجهود نتاعهم لانجاح كثير من الدورات في هذه الوكاله الدوليه للطاقه النوويه. طيب أستاذ فريد بن يحيى، عفوا، بالعودة لتصريح المندوب الدائم للجزائر بفيينا العربي لطروش، أكد عن دعم الجزائر لجهود الوكالة في تعزيز استفادة الدول النامية من الاستخدامات السلمية للطاقات النووية خاصة الدول الإفريقية اليوم، كيف يمكن للجزائر أن تلعب هذا الدور؟ بالطبع شفنا أنه كثير من الدول الإفريقية الآن عندها مشكل كبير على الطاقة، يعني خاصة في دول الساحل، يعني النيجر، مالي، بوركينا فاسو، موريتانيا، غيرها من الدول هذه، وكثير من الدول ما عندهاش الغاز، إذا الغاز أصبح كثير مطلوب في أوروبا، خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية، وين فرضت الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية عقوبات على روسيا. إذا فالآن إفريقيا تريد أن تطور البنية التحتية تاعها، وبالطبع من القاطرة الأساسية للبناء أو لتطور الاقتصادي هو الطاقة. إذا فكثير من الدول الإفريقية عندها الأورانيوم اللي راه موجود، ونتكلم على النيجر، لكن كثير ربما 30-40% فقط من المساحة تاع النيجر مغطية بالكهرباء، الباقي تقريبا 70-60-70% ما عندهمش كهرباء. كذلك بالنسبة لمالي، مالي استخراج المياه، كاين مناطق جنوبية فيهم المياه، فيهم مناطق رعوية لكن لا توجد كهرباء، إذا ممكن أن نستعمل بما يسمى بالطاقة النووية السلمية أو بما يسمى بالسونتال النوكليا الترمو نوكليا ولا الانرجي الكتريك، يعني محطة نووية لإنتاج الكهرباء. شفنا أنه حتى الآن الدول الخليجية اللي يعني عندها البترول وعندها الغاز وعندها مثل الإمارات أنها أصبحت الآن تستعمل الطاقة النووية، نفس الشيء بالنسبة لجمهورية مصر العربية. إذا ففي كثير الآن الدول تتجه نحو هذه التكنولوجيا، وبالطبع الآن الشيء اللي يهمنا كثير هو أنه الأمن النووي، لأنه الجزائر الحمد لله منذ أن بنينا، باش نقولوا على الكفاءات اللي عندنا في الجزائر، أنه منذ بنينا هذه المحطات النووية اللي موجودة في دراريا نور والسلام، الحمد لله الجزائر لم تشهد أي يعني أزمة أو مشكل في الصيانة وغيرها. إذا فالآن الأمن النووي هو الأساس، ولابد أنه الأفارقة كذلك يتعلموا شيء فشيء، يعني سواء كانت بعثات تاع المهندسين الفنيين تاعهم الى الدول الاوروبيه او الدول روسيا والصين وغيرها، او كذلك ربما كالجزائر او الدول الاعضاء في وكاله الدول للطاقه النوويه، انهم يبعثوا الخبراء تاعهم لمرافقه هذه الدول في بناء المحطات النوويه لاغراض سلميه لانتاج الكهرباء، كذلك نستعملوها في الطب، نستعملوها كما قلت لك في الاغذيه، يعني باش نحافظوا على الاغذيه نستعملوها في عدة مجالات. إذا فالتنقل التكنولوجي هي ديما الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية ديما متحفظين على هذه الطاقة النووية، قال أي دولة تمتلك هذه التكنولوجيا ممكن أنها تصنع القنبلة، رغم أنها هما يعني استعملوها في هيروشيما وناغازاكي و 800,000 يعني ياباني. إذا فاحنا الهدف نتاعنا أن يكون فيه نزع للأسلحة النووية في الكل العالم، لكن امتلاك التكنولوجيا النووية لأغراض سلمية فهذا بالطبع من حق أي دولة أنها تكتسب هذه التكنولوجيا، ومن حق أي دولة أنها تطور الطاقة تاعها بالمحطات النووية، ومن حق أي دولة أنها تكون الفني تاعها المهندس تاعها في هذا الميدان. إذا فالوكالة الآن لابد أنها يعملوا إجراءات فيها بالطبع، قوانين الإجراءات وآليات لها موضوعة في الوكالة الدولية للطاقة النووية، لكن هذا ما يمنعش أنه ربما تكون في إجراءات أخرى محفزة، وكذلك تكون فيه مراقبة، وتكون فيه كذلك يعني المحافظة على البيئة في العالم ككل. احنا نشوفوا أنه في اقتباس حراري كبير في العالم، إذا فلا بد تأخذ بالاعتبار، والجزائر لابد أنها تتكلم الآن على الدفع على استعمال الطاقة الذرية لأغراض سلمية في إفريقيا وفي دول كثيرة من العالم. طيب دكتور فريد بن يحيى، في سؤالي الختامي لحضرتكم، هذا الإنجاز للدبلوماسية الجزائرية، صحيح أنه في الشأن أو في المحور الاقتصادي، إلى أنه مؤخرا إضافة للجزائر خاصة بعد انتخابها عضوا في مجلس حقوق الإنسان وأيضا عضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي، كيف ترون هذه الإنجازات الدبلوماسية التي قامت بها الجزائر في هذه الفترة؟
هي فيه نقدر نقول فيه فعاليه في الدبلوماسيه الجزائريه، رغم انه كانت ربما لسنوات كنا غايبين كثير يعني في بعض المؤسسات الدوليه، الى فيه رجوع يعني تدريجي. وبالطبع هذا يبين على انه كثير دول العالم تحترم وتثق في الدبلوماسيه الجزائريه، لانها برهن تعاشت العصر الذهبي نتاعها، وكذلك بدات تسترجع المواقع نتاعها ربما اللي فقدتهم في السنوات السابقه. والدول الكثير افريقيه واسيويه وغيرها من امريكا اللاتينيه تثق في الجزائر، خاصه في المؤسسه الدوليه، يعرفوا انه فيه بعض الكفاءات الجزائريه اللي ممكن انها تصنع يعني البديل، وكذلك ربما انها تنجح العمليه سواء كانت بالنسبه في مجلس الامن يعني كعضو غير دائم في مجلس الامن. كذلك الجزائر ديما تدافع على الحركه التحرريه، تدافع كذلك على حقوق الانسان، تدافع على كذلك القضيه الفلسطينيه، القضيه الصحراويه، يعني كل قضايا يعني المضحوطين والمظلومين في العالم. بالنسبه كذلك الامر نتاع الطاقه الذريه، الجزائر تكلمت على انها عندها كفاءات، وكانت تراس كاعضاء عضو في المجلس هذا الوكاله هذه الدولي للطاقه النوويه، وكذلك عرفوا انه في كفاءه جزائريه انه ممكن يرافقوا هذا الدولي ويكون فيه يعني مراقبه وعمل يعني مهني بجديه. فيه كذلك امر اخر انه الدبلوماسيه الجزائريه تسعى انها تكون في جميع الهيئات يعني تدريجيا بالطبع حسب الاهداف السياسه الخارجيه اللي ينص عليها رئيس الجمهوريه وتنص عليها القيادات السياسيه في الجزائر. بكل صراحه نقدر نقول هذا تتويج للدبلوماسيه الجزائريه في السنوات الاخيره هذه، لكن يبقى العمل انه لابد ان نستمر نحافظ على المواقع نتاعنا، ونستمر كذلك للحصول على المزيد من المؤسسات على يعني الرئاسه او ربما العضويه في كثير من المؤسسات الدوليه. جزيل الشكر لحضرتكم دكتور فريد بن يحيى الخبير الاقتصادي والمختص في العلاقات الدولية على هذه المداخلة القيمة. مشاهدينا الكرام، نواصل وإياكم هذا الملف المخصص للنقاش، ونتجه بكم الآن إلى تحليلنا الطاقوي مع الخبير الطاقوي أحمد طرطار الذي سيلتحق بنا عبر الهاتف. إذن يلتحق بمباشرة الخبير الطاقوي أحمد طرطار. بروفيسور مساءك سعيد. اهلا وسهلا، مرحبا بك وبمشاهديك الاعزاء. اهلا بكم معنا. بدايه، اذا الجزائر تم رسميا انتخابها عضوا بالاجماع من طرف الدوره 67 للمؤتمر العام للوكاله الدوليه للطاقه الذريه في الفتره الممتده من 2023 الى غايه 2025. بدايه بروفيسور طرطار، قراءتكم لهذا التتويج الطاقوي الجديد الذي حظيت به الجزائر، وايضا حول دور الوكاله الدوليه للطاقه الذريه. هو في الحقيقه هذا يكرس جهود الجزائر في التمثيل الأنجع للقارة الإفريقية ولكل الدول النامية بصورة عامة، وهذا في الحقيقة يجسم المصداقية والموثوقية التي تحظى بها الجزائر في سياق تعاملها الدولي ومكانتها في الهيئات والمنظمات الدولية، من مجلس الأمن إلى حقوق الإنسان إلى أوبكتيوس إلى غيرها من المنظمات والهيئات الدولية. واللي في الحقيقة أنه الجزائر تحظى من خلالها بتمثيل جيد ودبلوماسية متناغمة مع أهداف وطروحات القارة الإفريقية وربما حتى المجموعة العربية، وعندئذ كان هذا الانتخاب بمثابة تكريس لهذه الجهود ولمثابرة الدبلوماسية الجزائرية في أولا تناغم مع محيطها، وفي ذات الحين التمثيل الأنجع لهذا المحيط الإفريقي والعربي. وعندئذ فأعتقد أن هذا التمثيل سيمكن من الجزائر أولا من تتويج يعني استهدافاتها السلمية فيما يتعلق باستخدامات الطاقة، وخاصة وأن يعني العالم كل يقود الآن عملية كبيرة باتجاه بحث عن ابتكارات نووية من شأنها أن نوصل من خلالها إلى عالم خالي من الانبعاثات. وبالتالي فالجزائر أيضا اكتوت بنار الاستخدام السلبي كما أسلف السيد السفير للطاقة النووية من خلال يعني العمل الشنيع اللي قام به الاستعمار الفرنسي مطلع ستينات القرن الماضي في منطقة ريكان، ومآثرها التي لا زالت لحد الساعة قائمة ومؤثرة بشكل سلبي للغاية في المنطقة وعلى ساكنة المنطقة. وبالتالي فهذا التمثيل سيؤدي بالتالي إلى
تكريس جهود الجزائر ومعاونتها لبقية الدول العاملة على الاستخدام السلمي للطاقة النووية. ونحن نعرف باللي استخدامات عديدة ومتكررة للطاقة النووية، سواء فيما تعلق منها بتوليد الكهرباء، وأعتقد أنه التجربة اللي تخوضها الآن غانا تجربة رائدة، كذلك إنتاج المياه العذبة عن طريق التحلية النووية وغيره من استخداماتها الطبية المختلفة. فهذا كله ينم على الدور الفاعل للجزائر وكذلك التمثيل المحكم للجزائر باعتبارها قلعة لإفريقيا في يعني أولا في تحررها، وثانيا في تحررها الاقتصادي، وثالثا في تمثيلها في الهيئات الأممية والدفاع على حقوقها ومكتسباتها، وكذلك السعي من خلال هذه المنظمات إلى توليب العالم لتحقيق التنمية المستهدفة في القارة وتصفية الاستعمار ومحاربة التخلف والاستخدامات السلمية لكل ما من شأنه أن يشاع الإنسانية بالرخاء والازدهار والطمأنينة. بروفيسور طرطال، بالحديث عن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، الجزائر دعمت جهودها فيما يخص الوكالة الوطنية اليوم، فيما يخص أيضا تعزيز الدول الإفريقية لاستخدام الطاقة النووية بطبيعة الحال دائما الاستخدام السلمي. ما هي أبرز المجالات التي يمكن أن تكون فيها الاستخدام السلمي للطاقة النووية على غرار البيئة والزراعة؟ نعم، على غرار البيئة، على غرار الصناعة، على غرار يعني توفير الماء الشروب للساكنة، على غرار توفير وتنمية القطاع الصحي فيما يتعلق بالاستخدامات الطبية المختلفة، خاصة الاستخدام الإشعاعي وكذلك النووي اللي طلعت به الجزائر طبعا من خلال المركزين المذكورين اللي هو مركز الطب الإشعاعي بيير ماريكوري وكذلك الطب النووي لباب الواد. وهذا من شأنه أن يساعد إفريقيا على استخدام الطاقة النووية في الاستخدامات الطبية، ونعرف بلي هذه الاستخدامات الطبية مقرونة أيضا بتكوين الخبرات الطبية المتخصصة الإفريقية وجلب البعثات الطبية لتكوينها وتمرسها في هذا الأمر. وعندئذ فتكون هذه الاستخدامات هي استخدامات متنوعة ولا حصر لها، فقط أنه الآن الدول ترنو باتجاه الاستخدام السلمي لهذه الطاقة وتسخير كل المفاعلات النووية الموجودة عبر العالم، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، سواء كانت لدى الدول يعني ذات الحظوة في الأمم يعني الدول الخمسة أو بقية الدول المختلفة عاملة ازدياد المعمورة، أن يتم استخدام هذه الطاقة في مجالها السلمي. وأعتقد حتى تقرير السيدة المندوبة الأمريكية يعني أعطت كثير من المعطيات في ما يتعلق بالمجلس العلمي أو ما سمي بالمحفل العلمي للوكالة، أعطت كثير من الاستخدامات، وفي الحقيقة أن هذه الاستخدامات كلها تشاع يعني طمأنينة وتشاع تنمية وتشاع كذلك رخاء بالنسبة لشعوب المنطقة وشعوب المعمورة بسرعة. طيب، إذا تحدثنا عن الطاقة النووية أيضا نتحدث عن الأسلحة النووية. الجزائر من خلال هذه الدورة جددت ورافعت إذن عن أسفها لعدم إحراز التقدم الكافي فيما يخص الأسلحة النووية. اليوم من خلال استخدام الطاقة النووية سلبيا يمكن أن تحدث العديد من التطورات في عديد الميادين بروفيسور. نعم، هي تطورات موجودة، والحقيقة أنه حتى المجتمع الدولي يعني الآن منضوي في سياق استخدامات الطاقة النووية في مجالها السلمي. وأعتقد حتى المهاترات والترنحات اللي حدثت بخصوص الملف النووي الإيراني كانت تصب في هذا المجال، لكن للأسف الشديد في المقابل أن الاستخدامات العسكرية ما زالت لحد الساعة تهدد يعني المعمورة. وأعتقد أنه التوقف على يعني معاهدات ستارت 2 وغيرها من اتفاقات بين كبريات الدول والمالكة للطاقة النووية وللرؤوس النووية في الحقيقة ما زالت لحد الساعة تهدد المعمورة بسرعة عامة، لأن انعكاسها في حال استخدامها انعكاس خطير على كل المعمورة وعلى كل البشرية. وبالتالي فلا بد من مزيد من يعني الاستجلاء هذا الموقف من خلال
انه يحث مجموعه دول معموره عبر المنظمه الدوليه لا سيما منظمه الامم المتحده وهيئاتها المختلفه من بينها الوكاله الدوليه للطاقه انه يجب العمل على استبعاد الفعل العسكري في ما يتعلق بالطاقه النوويه لانها مدمره. واعتقد انه هيروشيما ما زالت لحد الساعه حاضره في الاذهان بالنسبه للعالم ككل، وناغازاكي ايضا، وبعض الاستخدامات الفظيعه مثل يعني منطقة أضرار وما جاورها. إذن كل هذه الاستخدامات السلبية في الحقيقة تمثل نذير شؤم ودق جرس لضرورة استبعاد أي استخدام عسكري لهذه الطاقة، ويجب أن تكرس كل الجهود لاستخدام هذه الطاقة في الاستخدامات البديلة السلمية التي تؤدي في الحقيقة إلى استخدامات كبيرة وكبيرة جدا، لا سيما لما يتم تفعيل التكنولوجيا الجديدة في المجال القوى النووية مثل ابتكارات الذكاء الاصطناعي والروبوتات في النهوض بهذا المجال، ستنعكس إيجابا على المعمورة بصفة عامة وعلى الإنسانية بصفة أشمل. جزيل الشكر لك بروفيسور أحمد طرطار على هذه المداخلة التي وفيتنا بها في هذا الملف المخصص للنقاش. شكراً.